السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم مصطفى فوزي من قناه سول اوف جيمز. ان شاء الله النهارده هنكمل بقيه سلسله الماستر ليج الخاص بينا. طبعا انا اخر مره كنت بلعب كماتش كده كان الحمد لله مظبطين، بس لسه طبعا مش في ترتيب الاول، لكن في هنا جالي في العروض او مكتب المدير بيقول لي احدد لاعب مفضل، فانا مش عارف بصراحه اختار مين في وسط اللعيبه الكويسه دي. انا عندي لعيبه طبعا كويسه جدا، بس احنا ممكن نختار لاعب يكون يعني مفيش على كريستيانو. انا اختار كريستيانو بصراحه لانه هو افضل واحد في الفريق، هو ده يعني الخلاصه بمعنى صح. فخلينا نعمل تقديم كده دلوقتي ونشوف هنلاعب مين المباراه الجايه ان شاء الله. طبعا ده مباراه مش ولا بد او اللي هي يعني ممكن احنا نعديها، عشان برضك ايه في نفس الوقت ان احنا زي ما انتم شايفين كده ده احسن لاعب واخترته اللاعب المفضل بالنسبه لي او بالنسبه لكل فريق هو انا لعلم يا شباب انا اول مره العب ماستر ليج في بيس 2017، يعني انا اول مره العب ماستر ليج لعبت بيس 2017، لكن ما لعبتش ك يعني ما تعمقتش فيها قوي، ما عملتش ماستر ليج واتعملت يعني. فخلينا نشوف كده دي المباراه الجايه يعني مش عارف هكمل العبها ولا لا، بس هي واضح ان هي مش يعني هلعب بره فريق بره الملعب بتاعي. فخلينا كده نشوف سبورتنج. طبعا خلينا نسخن كده بالماتش ده ونشوف الماتش الجايه ايه الظروف، بس هنسخن بالماتش ده كده مع بعض يعني نقدر احنا نكسب او نشوف. طبعا حسب التسهيل يعني الواحد بيحاول على قد ما يقدر زي ما انتم شايفين كده. تمام يلا بسم الله. كفسه دي طبعا بس يلا ايه ده. الله 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 يا اسكو الله يا اسكو الله الله الله. شوفوا الهجمه وحلاوتها، ايه الجمال ده. انا قلت ايه اللي هو بيعمله ده، بس طلعت حلو. بس يا بنزو ده يا بنزو لازم تجريها كده يا بنزو يا راجل الجاي يعني، بس يعني حلوه حلوه مش بطاله. اسكو حلو جميل كريستيانو حلو يلا ابو البلبي الله. هو ابو البلابيل يا جدعان الله عليك يا ابو البلابيل، عملها كده حاجه حلوه ورودريجيز مكمل معاه. هو ده اللاعب الجمال. الله يفتح عليك يا ابني الله يفتح عليك يا ابني. ايه الجمال ده، شوفوا يا سلام على الكوره وحلاوتها. يا سلام ده دلع يا ابني دلع. لا والتاني واخدها يا سلام يا سلام في القريبه. انا قلت هلعبها على البعيد. يلا يلا بنزيما كريستيانو كريستيانو الله. ياه احنا بنحاول كده ايه نظبط الاداء. يبا مين ماب مين ماب يا جدعان يا جدعان. ايه الدفاع ده ايه الدفاع ده يا جدع. والله ده مش عارف عاملين ده الفريق كله واقف قدام الجون. يا اسكو انا بتكلم على رودريجيز، انت بتديها لي كريستيانو ولا بنزيما قدام؟ طب حلو يا راموس 10 راموس. اوه لله اوه لله. ابو البلابيل ابو البلابيل لازم يحط رجله يا راجل. ادي الحمد لله الشوط الاول خلص، كانت هجمه كويسه. واضح ان الحارس زعلان قوي ومهموس وشكله متضايق. انا مش عارف احس اللعيبه كلها جايه من الجيم عامله كده مش عارف. يلا الحمد لله كان 2-1-0. خش على الشوط الثاني نشوف ربنا يسهل بقى كده معانا. يا سلام اوه لا لا هات يا هات يا دي النيله يا جدعان. العبوا يا جدعان ما عملناش هجمه على 1-1 ربنا يا اختي. اوعى تسيبوا النبي يا مرسل ما تسيبوا سيبوا الوقت. الحمد لله يا عم بقصتك اللي انت عاملها دي كتكنيكه. زعلان على ايه؟ يلا عمل تبديل. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث تغييرات كده سقع نظبط بهم ايه؟ الدفاع والهجوم وخط الوسط. يعني احنا نزلنا ثلاث تغييرات بما فيهم الدفاع والهجوم وخط الوسط. حطينا في الدفاع ناتشو، نزلت بدل بيبي ونزلت
كروس بدل مش عارف ولا بدل رودريجيز. اوبا يا ابو البلاء ايه يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ايه الحلاوه دي؟ اللعيبه شاربه حاجه، اديله على قفا امه اديله. ايه اللي هو بيعمله ده؟ لا حركه حلوه حركه حلوه. لا كريستيانو يا راجل والله، بص كريستيانو ما عملش حاجه، هو رفع الكوره وبقى على ربنا هي بتكمل لوحديها. يا نهار ابيض يا جدعان، بص يا لعيب يهبل يا ديني. لسه بقول وعيد يا ابن انت يا حبيبي. الله يا كريستيانو، الله يا حلاوتك يا طعمتك يا سلام يا حلاوة يا مراته يا عسل، ايه الجمال ده؟ لو كريستيانو بص جاي مش هسيب وخدها يا حلاوة، ايه الجمال ده يا شباب؟ يلا يا لكن كريستيانو جنبك يا مراته يا مراته. اه ملناش حظ ننفخ دول، ملناش حظ يعني، نصيب الحمد لله. كسبنا 2-0، كان ماتش جميل جدا بصراحه، في حماس، انا عايز الماتش الجاي بقى يلا عشان ننفخ. يلا بسم الله. سانتياغو شكله ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ لا والجو غيامه قوي وشكل كده هتنطر. يا سلام، هو الملعب حلو قوي. بسم الله هوبا، يلا بينا يلا. كده هنتفتق تلات ربات. مش بقول لكم يا حلاوه يا حلاوه يا جدعان، عيب مش اسلوب كده ازعل. بس برضك هسمع كلام الناس، حاول اجيب دي خير. يفاية يا ابني رقبة تطير دي عشان حركة بنت الكلب دي. يلا جول. اخيرا عملتها، اخيرا عملتها يا راجل يا طيب. اي نعم انت عملتها الماتش اللي فات، ما هوش حاجه بس برضه يعني. عاش عاش والغلبان اللي مات تحت ده، يا نهار ابيض مين ده كريستيانو؟ عاش الحمد لله الجول. بس دي جازات اللي انت عملته، خلي بالك عشان انت بس قلت ادبك عليا ما بتحترمش كبير ولا صغير، فقلت لا لازم ايه. يلا كريستيانو يلا كريستيانو يا له يا حلاوتك، كان نفسي تعملها زي الماتش اللي فات وانت فاهمني، بس يلا مش مشكله. ياس مش بقول لك بتاع، يا نهار ابيض يا له يا كعبين الله على الرجل. اوخ يا خراب، ده انا محظوظ قوي والله. عاش 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 يا رجال، عاش الرجال. ايه القرف ده؟ مش عارف انا بلاقي كده اللعيبه الفريق اللي قصادي، بلاقي رجليه كده طلعت من تحت مش عارف، ما تفهمش طلعت منين، رجله تولت مره واحده كده غير الناس لمست الكوره، ما تفهمش ازاي دي. انا مش حاسس انها واقعيه. ايه الواقعيه في ان انا تبقى الكوره اصلا انفراد والاقي رجلي طلعت من تحت الارض؟ مش عارف بيجيبوا منين، مش فاهم منين تلاقي اللعيبه من وسط الملعب ولا من هجوم، هوب فجاه دبل كيك لقيتهم واقفين في الدفاع ازاي؟ مش فاهم برضه، بس يلا او بنتسلى. بص اهو شايفين بودل اتقدر كام لاعب؟ انا هوريكم بس كده عشان ايه في زق يا اختي. وانا برضك عندي اللعيبه بتطلع رجليهم من بره مش عارف ازاي والله العظيم. اها قلة أدب قلة أدب يا ولاد الزمان. كريستيانو ينفع يقول له أدبه عليه؟ أوه يا سلام عليك يا ولد، يا دي الحلاوة دي، يخرب بيت دماغك إيه اللي أنت عملته ده يا سافل أنت؟ يا لهوي شوف الواد رفعت له رفع حلو، بس عمل يا سلام عليك يا يا لهوي يا بنزو يا بنزو يا بنزو. معلش معلش أنا مسامحك في دي عشان حلوة كيفتني دخل الدماغ. لا لا بالنسبة لا ايوه ماشي. يا الله يا الله انتوا ايه خدتوا هب؟ يلا ادي ماشي اي حاجه ادي يا جدي، ماشي معاك كده حلويات. يلا يا عم يلا كسبنا 1-0
وبالعافيه بالعافيه ما نكذبش يعني، بس الحمد لله خدنا 3 نقط يعني، دي اهم حاجه عندي يعني كده. حبيبي حبيبي باشا منور كده. خلصنا اول تاني مباراه تعتبر في الدوري الاوروبي، دوري ابطال اوروبا اهو. حتى نشوف دلوقتي كده القايمه بتاعتنا، 6 نقط، 3-1-1 يعني احنا فل واد. طبعا بقيه الفرق، روما طلع في السماء، برشلونه بردك نفس القصه، روسيا احنا يعني زي الفل. عاش 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 الرجال. نكمل ان شاء الله بقى نشوف التقارير. طبعا الشهر عندي رودريجيز جاب الاهداف 2 وبنزيما وبيل، صناعه الاهداف رونالدو جارث بيل. عندي جارث بيل اعلى تقييم، بعد كده رودريجيز، بعد كده شفتوا قلت لكم الحارس اللي هو اسمه كاسيلا دون ولا كاسيا دون ما اعرفش اسمه ايه، كويس جدا واخد تقييم كويس يعني. ايه فيش فران عايز يلعب، هنلعب فران ما تلعبش. طيب هنا بقى ريال سوسيداد هنلعبها. انا هعدي الماتش ده، مش هعتبر ان هو من الماتشات القويه، هجريه كده. ايوه عملنا ايه بقى؟ الحمد لله الحمد لله، تخطي يجيب فايده، كسبنا. مين تاني؟ ماشي عرفت ان هو سداد. اخلص. كوبا ديري، لازم نلعب الماتش ده. طبعا الماتش اللي جاي هيكون ريال زكاروزا. طبعا انا مش هكمل الماتش ده، ان شاء الله يكون ده نهايه حلقتنا النهارده. يا رب يكون استمتعتوا بالمباريات، وباذن الله المره الجايه بقى هنشوف هنكمل ازاي. طبعا انا كان المفروض اكمل الماتش ده وهلعب الماتش ده، بس عشان ما اطولش عليكم هنكمل باذن الله الحلقه اللي جايه باذن الله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، واستنونا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. وشكرا لكم، سلام.